السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهر مبارك مشاهدينا أينما كنتم، ورمضان كريم، رمضان الرحمة والمغفرة والعتق من النار. شهر رمضان شهر التواصل وشهر التسامح، مهما كانت الظروف التي أجبرت مع الأسف الأسر اليمنية يعني الحروب والأشياء هذه كلها اللي حصلت لنا خارج عن يعني إطارنا وخارج عن إرادتنا، ولكن لازم نقول إن الأمل موجود وإن شاء الله سيتعود اليمن وبلادنا كما كانت في أمن وأمان ورخاء وفي استقرار. طبعا مشاهدينا سأكون معكم خلال برنامجنا فكر واربح في 30 يوم إن شاء الله على مدى الشهر الفضيل بنفس التوقيت 9:30 يوميا بتوقيت صنعاء. العديد من الجوائز مشاهدينا في انتظاركم، ولكن شاركوا معنا عبر الأرقام التي ترونها إن شاء الله أسفل الشاشة، يا إما بالاتصال المباشر أو عبر التواصل بالإنترنت عبر تطبيقات الدو أو عبر تطبيقات الإيمو. أيضا أنوه أن كل الجوائز ستكون إن شاء الله في اليمن، وسيتم تحويلها مباشرة بعد كل حلقة في داخل الوطن، ونتمنى إن شاء الله الإخوة في خارج الوطن أن يتركوا المجال للي في الداخل يشاركوا ويفوزوا، وإن شاء الله الكل اليوم معنا فائز وكسبان. وطبعا حيكون التواصل كما أشرت عبر الأرقام اللي ظاهرة أسفل الشاشة كما تشاهدون، وأيضا عبر تطبيقات الدو والإيمو الظاهر كمان في أسفل الشاشة. مشاهدينا أحب أن نتفق مع بعض كده في بداية أول حلقة في موسمنا اليوم إن شاء الله، فاللي بيفوز وبيكسب معنا إن شاء الله لازم يعطينا الاسم الرباعي كاملا، أو بعد يعني الفوز يرسل كمان صورة البطاقة للأرقام اللي ظاهرة للرقم هذا اللي ظاهر أسفل الشاشة عشان نستطيع التواصل معه وإرسال الجوائز النقدية إن شاء الله. طبعا مشاهدينا نحب في بداية حلقتنا أن نشكر شركة بصمات على رعاية هذا البرنامج بصمات للتطوير العقاري، وأيضا نبتدي كذا مع بعض بسؤالنا اللي هو الخاص بموقعنا في صفحتنا في موقع التواصل الاجتماعي واللي هي عبر الفيسبوك وأيضا عبر التويتر. سؤال خاص احنا من أمس حطيناه في المواقع، وبدأت ما شاء الله المشاركات والتفاعل في السؤال. طبعا مشاهدينا السؤال الخاص بالسوشيال ميديا حنسحب الفائز ويتم السحب في نهاية الحلقة باسم الفائزين أو الفائز بهذا السؤال. أحب أذكركم الآن، نبدأ نذكر ما زالت المشاركة يعني مستمرة ومفتوح المجال إلى قبل نهاية البرنامج. سؤال السوشيال ميديا مشاهدينا، يمكنكم الآن أي حد يشوفنا ويتابعنا إنه يتواصل معنا. من هو أول مواطن يحصل على درجة الدكتوراه في شمال الوطن عقب ثورة 26 من سبتمبر الخالدة عام 1962 ميلادي؟ أعيد قراءة السؤال من جديد مشاهدينا، أذكر إنه هذا السؤال خاص للمتابعين والمشاركين معنا عبر الفيسبوك وعبر التويتر. وسؤالنا مرة ثانية، ممكن كنترول لو سمحتوا مرة ثانية السؤال، نعيد نقرأ سؤال السوشيال ميديا. نذكر للمشاهدين إنه المجال ما زال مفتوح إلى قبل نهاية الحلقة، وسؤالنا يقول مرة ثانية: من هو أول مواطن يحصل على درجة الدكتوراه في شمال الوطن عقب ثورة 26 من سبتمبر الخالدة عام 1962 ميلادي؟ طبعا إن شاء الله السؤال سهل وبسيط والكل شارك، والإجابات إن شاء الله حتكون صحيحة وحنعرف مع بعض من هو سعيد الحظ اللي فاز بسؤال السوشيال ميديا. إذا نذكر إنه برنامجنا برعاية شركة بصمات للتطوير العقاري، ونتمنى إن الكل يشارك ويتفاعل معنا. إذا مشاهدينا نروح مع بعض لأول فاصل قصير ونعود نبدأ الأسئلة والجوائز. هذا البرنامج برعاية شركة بصمات للتطوير العقاري.
مشاهدينا اهلا بكم، ونبدا مع بعض. الو شكل الـ الـ الو الاتصالات موجوده من الان. الو الو كنترول كلموني، ناخذ اتصال ولا نروح مع بعض للتقرير؟ إذا مخرجنا يقول نحن نبدأ اليوم حلقتنا بتقرير مشاهدينا. طبعا التقرير أتمنى من الكل اللي الآن بيتابعنا عبر الشاشات يركز معنا على هذا التقرير، لأن السؤال حيكون من ضمن التقرير. تقريرنا اليوم حول حصار 70، نتابع تقرير زميلنا تامر ومن ثم نعود عشان نعرف مع بعض إيش السؤال. بعد 5 سنوات على ثورة 26 من سبتمبر، ضربت فلول الإمامة حصارا خانقا على العاصمة صنعاء من اتجاهات عدة، سمي بحصار 70 يوما. خلال الفترة من 28 نوفمبر عام 1967 إلى 7 فبراير عام 1968، كان وضع الجمهوريين في العاصمة صنعاء صعبا، فقد ترك انسحاب القوات المصرية ومعها أسلحتها الثقيلة فراغا كبيرا، كما كان التفوق العسكري في صالح الملكيين عددا وعتادا بعشرة أضعاف. بلغ عدد مقاتلي الجمهوريين 4000 مقاتل في مقابل 50000 مسلح للملكيين، بالإضافة إلى 8000 جندي نظامي مدرب ومعهم المئات من المرتزقة الأجانب. رغم الإمكانات المحدودة للجمهوريين، وقفوا وقفة مشرفة، وتكسرت على صخرة صمودهم الأسطوري آخر محاولات الإماميين للانقضاض على النظام الجمهوري في ظل الدعم الشعبي منقطع النظير لأهالي صنعاء. أروع الملاحم البطولية في التضحية والفداء سطرها الجمهوريون بقيادة البطل الفريق حسن العمري وزملائه الفدائيين أمثال النقيب عبد الرقيب عبد الوهاب نعمان بطل حصار 70. الجمهورية أو الموت كان شعارهم، ما ألهب حماسة الجمهوريين، وتكلل ذلك بالنصر المبين في حصار 70. كان لانتصار الجمهوريين في معركة 70 الأثر الكبير على مصير مستقبل اليمن، فقد انسحبت بريطانيا من اتحاد الجنوب العربي، واعترفت المملكة العربية السعودية الداعم الرئيسي للملكيين بالجمهورية اليمنية عام 1970. طبعا مشاهدينا الآن تابعنا مع بعض هذا التقرير، وناخذ أول اتصال وأول مشارك في أولى حلقات برنامج فكر واربح. السلام عليكم. ممكن بس لو سمحت تسمعني من التليفون وتوطي صوت التلفزيون. وعليكم السلام ورحمة الله، ممكن تعرف عليك؟ أسامة مطلوب. أسامة مطلوب. أسامة، ممكن يا أسامة اسمك الرباعي؟ أسامة من؟ أسامة مطلوب صالح أحمد. أسامة مطلوب صالح أحمد. أيوة. يا أسامة من فين تكلمنا؟ من محافظة أبيان مديرية لودر. أهلا وسهلا فيكم بمحافظة أبيان وبكل الناس اللي في لودر. أنت بتشوفنا عبر التلفزيون، كيف حدثنا كيف الأجواء؟ إحنا متحمسين يعني نعرف كيف الأجواء الرمضانية عندكم في أبيان. والله ما شاء الله. أسامة أسامة خليك معانا. يلا سلام. قل لي نعطيك السؤال، كنا حابين ندردش معك بس ندردش بعد ما تفوز إن شاء الله في السؤال. السؤال يا أسامة حول التقرير يقول، أعطونا السؤال. سؤالنا يقول: متى تم الإعلان عن انتهاء حصار صنعاء وحرب 70 يوما ضد فلول الإمامة؟ الخيار الأول فبراير 1968 أم 1963 أم فبراير 1965؟ 68 63 65 68. إذن يعني متأكد آخر جواب، يعني جواب نهائي؟ والله إن شاء الله. إن شاء الله. إذن نثبت في الكنترول إنه فبراير، الإجابة الأولى فبراير 1968، وهذه الإجابة صحيحة، وألف ألف مبروك، فزت معنا بجائزة قيمتها $100 يا أسامة.
شكرا جزيلا لك أسامة. عاد أنت معنا؟ أيوة أسامة، كلمنا كيف الأجواء عندك في رمضان، كلمنا كم عدد الأسرة، متزوج، عندك أولاد؟ والله بس الحالي أنا وأمي. أنت وأمك؟ الله يخليها لك، يعني الله يحفظها إن شاء الله، وأتمنى أن أنت والوالدة تكونوا بألف خير وتكون فرحانة معاك أن أنت شاركت وكسبت معنا في أول سؤال للبرنامج يا أسامة. إن شاء الله. إذن أسامة ما تنساش أن أنت تتواصل مع الكنترول وترسل صورة البطاقة الشخصية للرقم جميل. لنفس الرقم اللي اتصلت عليه علشان يتم تحويل الجائزة إليك. شكرا يا أسامة جميل. على الاتصال. إذن مشاهدينا مستمرين معكم، وأيضا نحب نأخذ اتصال ثاني. معنا اتصال ثاني، هل لدينا مش... السلام عليكم. ألو ألو، أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام، من معنا؟ أميرة عبد الكريم محمد أحمد. أميرة عبد الكريم محمد أحمد من محافظة إب. أهلا وسهلا، حياك الله، كيف الحال؟ كيف الأجواء عندكم في إب؟ فين في إب؟ تكلمينا بأي منطقة في إب؟ حلوة، بمدينة القاعدة. القاعدة، حياك الله يا أميرة. للأسف انقطع الاتصال، لازم تحاولي المعاودة أميرة. عاودي الاتصال معنا إن شاء الله ويكون حظك حلو وتفوزي معنا إن شاء الله. اليوم حابين نفوز كل الناس اللي بيتواصلوا معنا، ما نشيش أي حد يخسر أو ينقطع عليه الخط. ناخذ اتصال تاني. ألو. أهلا وسهلا، ألو، من معنا؟ ألو ألو، المتصل معنا عبر ال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، عرفنا السلام باسمك. عليكم. حياك الله، عرفنا باسمك أخي. محمد سعيد. محمد سعيد علي. محمد سعيد علي. يا محمد أنت من فين تكلمنا؟ من مدينة إب. طيب ممكن تعطينا اسمك رباعي؟ محمد سعيد علي من؟ محمد سعيد علي عبدو. علي عبدو، تكلمنا من إب يا محمد، كلمنا كيف الأجواء عندكم في إب، يعني في أول يوم بالذات في رمضان له نكهة خاصة. عندي الأجواء زينة إن شاء الله. إن شاء الله يا محمد، يعني أنت متزوج، هل عندك أولاد أم أن أنت مع الأسرة؟ الحمد لله متزوج، عندي 2 بنات. ما شاء الله، ربي يحفظهم لك إن شاء الله. يعني أنتوا بتتابعونا وتشاهدونا الآن عبر الشاشات. طيب عندي لك سؤال، وإن شاء الله يكون السؤال بسيط. سؤالنا يقول: الرسول عليه الصلاة والسلام كان في منامه يتغطى بغطاء أو برد يماني أخضر، ما هو هذا البرد المبارك؟ الخيارات: أولاً، هل هو برد مأربي أم برد تهامي أم برد حضرمي أخضر؟ محمد، سمعت الخيارات؟ أسمعك. سمعت الخيارات: برد مأربي أو برد تهامي أم برد حضرمي أخضر؟ برد حضرمي أخضر. برد حضرمي أخضر، ممكن في الكنترول يثبتوا الإجابة. الخيار الثالث. يا سلام عليك، وإجابتك صحيحة، وألف ألف ألف مبروك محمد سعيد علي عبدو، فزت معنا بجائزة قدرها 100 دولار. بس نتمنى أن أنت ترسل البطاقة الشخصية صورة للرقم الواتساب الخاص بالبرنامج حتى يتم إرسال الجائزة. مشاهدينا ما زلنا معاكم، وما زالت الأسئلة الكثيرة موجودة، وما زالت الجوائز أيضا موجودة، وحابين نسمع أصواتكم من كل محافظات الجمهورية اليمنية الغالية. معنا اتصال. ألو. أيوة. صباح الخير أو مساء الخير. ألو. يا ألو، الاتصال معنا يا شباب ولا مش معنا؟ الو، معاكم. الو، معنا. ايوه كذا، صح انت كملت فطور والعشاء
وخلاص الان الجو صحيان ولا عاد انت تخمه من الاكل؟ كثرت الاكل اليوم؟ لا شويه. عرفنا على اسمك. وليد فؤاد غالب الحطامي. وليد فؤاد غالب الحطامي من فين؟ من صنعاء. اهلا وسهلا باصحاب صنعاء وكل الناس اللي تشاهدنا بالوطن الحبيب. يا وليد كلمنا يعني عنك، انت عندك اولاد او لا؟ طالب تشتغل؟ لا والله عازب. نعم. طيب انت في الدراسة ولا بتشتغل؟ والله اشتغل. طيب اوكي، نذكر، نحب ان احنا مع بعض نذكر مشاهدينا انه الجوائز مقدمة من شركة بصمات للتطوير العقاري. يا وليد جاهز للسؤال؟ ان شاء الله. يعني عندك معلومات؟ انت ميولك فين، في الديني ولا في الثقافي، سياسي، رياضي؟ في الرياضي. نعم. اذا نشوف الكنترول ايش بيختار لك من سؤال. مشاهدينا نشوف ان شاء الله كنترول، نشوف السؤال الخاص بوليد. اذا يا وليد سؤالك مرتبط بتقرير، اتمنى ان انت تكون معانا في الخط ونشوف مع بعض الفقرة، لأن سؤالك حيكون من هذا التقرير اللي يتحدث عن جامع الصالح وهو أكبر جامع حديث في اليمن. جاء اسمه طبعا إلى نسبة إلى الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي بني في عهده، ويقع في ميدان 70 في العاصمة صنعاء، وعلى مساحة قدرها 222,500 متر مربع، يشمل مبنى الجامع وكلية علوم القرآن والدراسات الإسلامية. زميلنا هشام عبد الباري قعد لنا هذا التقرير، نتابع مع بعض ونرجع. سامق في أعلى هضبة في الجزيرة العربية ومعلم حديث يروي آلاف السنين من التاريخ اليمني، إنه جامع الصالح، التحفة المعمارية الأبرز في اليمن والمتحف المفتوح الذي اختلط فيه التاريخ بتقديس اليمنيين للإسلام. يقع جامع الصالح في ميدان 70 في قلب العاصمة صنعاء، وتتسع قاعة الصلاة فيه لأكثر من 45,000 مصلٍ، وهناك مصلٍ خاص للنساء يتسع ل4,000 امرأة. تم افتتاحه في العام 2008 كأحد أبرز وأجمل المعالم في اليمن والجزيرة العربية، وسمي بالصالح نسبة إلى الرئيس الشهيد علي عبد الله صالح الذي أوصى بأن يكون هذا الجامع منبرا دينيا وثقافيا يحمل الوسطية والاعتدال ويمثل التعايش المذهبي في اليمن. في هذا السياق تم تأسيس مبنى كلية الشريعة الإسلامية الذي يتكون من 3 طوابق ويضم 25 قاعة مجهزة بأحدث أنواع الوسائل التعليمية وطرق العرض، وقد تم إعداد لوائح للمناهج التي ستدرسها الكلية بما يضمن الوصول لهدف خلق التعايش المذهبي والوسطية. وتبلغ المساحة الكلية للجامع والكلية والمرافق التابعة لهما 224,831 مترا مربعا، ما يصل ارتفاع مبنى الجامع إلى 24 مترا، وله 10 أبواب رئيسية من الصوحين الشرقي والغربي، وكذلك 5 أبواب من الجهة الجنوبية. يغطي سقف الجامع 9 قباب كبيرة وصغيرة ومتوسطة، بالإضافة إلى 6 مآذن، 4 منها على جانبي الجامع بارتفاع 100 متر، ومئذنتين على جانبي الكلية الشرعية تبلغ ارتفاعها 80 مترا. بني الجامع بطابع يمني خالص، لا سيما المنارات والواجهات الحجرية المستوحى شكلها من الطابع المعماري القديم لصنعاء القديمة، مع مزيج من الفن المعماري الحديث ليشكل لوحة فنية متناهية الروعة والجمال. إذن عدنا لكم مشاهدينا من جديد، ومعنا عبر الخط وليد. نعم. سؤالك يقول:
متى تم افتتاح جامع الصالح في العاصمة صنعاء؟ هل في عام 2005 أم في عام 2008 أم في عام 2010؟ 2005 2008 2010 2008 2008 إذن نثبت 2008. الإجابة. هل أنت بتتذكر إيش من شهر؟ لا شهر شهر كان في رمضان في 2008. ومبروك عليك، إجابتك صحيحة يا وليد، فزت معنا بجائزة قدرها $100 مقدمة من شركة بصمات للتطوير العقاري. شكرا لك يا وليد. شكرا لكم، شكرا جزيلا. العفو يا وليد، انتو تستاهلوا كل خير، أهلنا وحبابنا في اليمن. مشاهدينا الجوائز كثيرة وما زلنا نحمل الكثير معنا، نتمنى ان انتم بس تتفاعلوا معنا وتشاركوا. ناخذ اتصال ونقول الو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، ممكن تعرفينا باسمك؟ فائقة عبد الله ناجي. فائقة عبد الله ناجي مين؟ اللقب من دمت. حياك الله. بس فائقة عبد الله ناجي، اعطينا الاسم الاخير. اسمك ايش؟ فائقة عبد الله ناجي عبد الله. تمام يا فائقة من الضالع من دمت. فائقة كيف اول يوم رمضان معاكي؟ كيف كان الفطور؟ ايش فطرتوا؟ الحمد لله تمام. ايش فطرتوا؟ كلمينا الاكل. شربت سمبوس. شربة؟ ايوه شربة، كذا يعني حاجة حق رمضان. اليوم اول يوم لازم يكون الاكل كثير والمائدة كبيرة والاكلات والاصناف، ان شاء الله يجعلها ربي دائما سفرة دائمة لنا ولكم ولكل المتابعين والمشاهدين احبابنا ايضا في اليمن. فائقة ان شاء الله نروح مع بعض انا وانتي لسؤالك، ان شاء الله تفوزي اليوم. السؤال يقول ان شاء الله سؤالك يقول: ما هي السورة التي وردت فيها البسملة بسم الله الرحمن الرحيم مرتين؟ هل هي سورة التوبة، سورة النمل، ام سورة الحاقة؟ سورة النمل. ايوه. اذا كنترول. اذا هل انتم نعم فائقة يعني حاولي انك تستذكري الاجابة الصحيحة، هل هي سورة التوبة، سورة النمل، ام سورة الحاقة؟ فكري. ثبت اذا على النمل. التوبة. لا خليكي على النمل، انت كنتي اجابتك صحيحة واحنا حبينا بس نوترك شوية. فائقة انت فعلا اجابتك صحيحة، والف مبروك، فزتي معنا ب $100 مقدمة من شركة بصمات للتطوير العقاري. فائقة اتمنى ان انت ترسلي لنا صورة البطاقة الشخصية لك علشان تستلمي الجائزة. فائقة انت ما زلتي معنا؟ فائقة الو. إذا نرجع ناخذ اتصال مع بعض. إذا مشاهدينا نروح مع بعض لفاصل قصير ونرجع لكم. Thank you.
بفضل التعاون أرست أمم صروحا من المجد فوق القمم. فلم يبن مجد على فرقة ولن يرتفع باختلاف علم. وكل الأيادي إذا اجتمعت دنا المجد حتما لنا وابتسم. سكن أو استثمار لدينا كل اختيار. دائما وأبدا نحن الأقرب إليكم. نحن الوطن خارج الوطن. نحن أهلكم. حياكم الله مشاهدينا من جديد. ويعني ما زلنا معكم خلال هذه الساعة المسابقاتية من برنامج فكر واربح. معنا اتصال. معنا اتصال عبر الدو. الو الو اهلا وسهلا. من معنا؟ الو ايوه معاكي سامعنك. كلمينا من معنا؟ معك بشرى ام نورة. بشرى، يا بشرى اعطينا اسمك الرباعي لو سمحتي. بشرى عبد القوي احمد غالب. بشرى عبد القوي احمد غالب. بشرى انت قلتي لنا ام نوران بس؟ امو يعني بشرى خلاص. لا يعني كم عندك اولاد؟ بشرى ايوه معي. قولي لي انت من فين تكلميني؟ من اي محافظه؟ محافظه تعز. حياك الله واهلا وسهلا باصحاب تعز. كيف الاجواء عندكم؟ كيف كان الفطور؟ الحمد لله احمد الله نشكره. كيف كان الفطور في اول يوم؟ كثرتوا تخمتوا ولا نص نص لسه حتتعشوا؟ بشرى بشرى ايوه ايوه معاكي بتسمعينا؟ ايوه ايوه اسمعي. سؤالك يقول يا بشرى، اسمعي السؤال كويس وإن شاء الله تجاوبي عليه تمام. الإجابة الصحيحة. سؤالك يقول: ما هو العذاب الذي وقع على قوم ثمود؟ الريح الصرصر العاتية أم الصيحة أم الغرق؟ الريح الصرصر العاتية ولا الصيحة ولا الغرق؟ الريح الصرصر العاتية أو الصيحة أو الغرق. الصيحة. الصيحة أيوة. الغرق كان لآل فرعون. أيوة الصيحة. والصيحة لقوم ثمود. إذن نثبت على الإجابة الثانية اللي جاوبت عليها بشرى اللي هي الصيحة. نشوف مع بعض الإجابة صحيحة يا بشرى، وألف ألف مبروك، فزتي بجائزة مقدمة من شركة بصمات وقدرها 100 دولار يا بشرى. بشرى أنت اللي حتستلمي الجائزة باسمك أم باسم حد ثاني؟ باسمك أنت؟ أيوة باسمي. إذن بشرى يرسلي صورة البطاقة الشخصية لرقم الواتساب. بس يا بشرى انت بخيلة علينا، نحن حابين ندردش معاكي. كلمينا ايش اهم الاكلات اللي في شهر رمضان بالذات لمحافظة تعز؟ صراحة يعني الشفوت اهم شيء، والسلطة والشربة والحاجات هذه. والحلا ايش طيب؟ ايش عملتي حلا؟ والرواني والمحلبية. كل ده يا سلام، شهيتينا يا بشرة. الله بالعافية عليك وعلى بناتك وأولادك وكل أحبابك وأهلك في تعز وفي كل محافظة من محافظات اليمن. إن شاء الله يعني أتمنى أنه السنة الجاية نعمل برنامج فكر واربح في اليمن إن شاء الله، ونكون قريبين منكم. إذا نأخذ اتصال ثاني. معنا اتصال. إذا المخرج يقول أنه في عندنا سؤال، بس السؤال يكون من التقرير، والتقرير بيكون عن مدينة صنعاء، وهي طبعا أول مدينة بنيت بعد طوفان نوح وسميت بهذا الاسم نسبة لسام بن نوح الذي استوطنها كلنا عارفين، والتي وردت في كتاب التوراة، كما أنها أيضا تعرف باسم آزال
نسبة إلى أزال بن يقطن حفيد سام بن نوح، وبقي اسم أزال معروفا وقد ذكر كذلك في التوراة. الزميل طبعا هيثم جسار عدلنا تقرير، نتابع ونركز في التقرير علشان السؤال الجاي حيكون من هذا التقرير. صنعاء مدينة تاريخية تأسرك بجمالها وبمعمارها العريق الذي يعكس حضارة اليمنيين القدماء في البناء والمعمار. بعض مبانيها بني قبل 400 عام وما زالت صامدة ومأهولة بالسكان، وصنفتها اليونسكو ضمن أهم 25 معلما سياحيا في العالم. كان يحيط بها سورا من كل الجهات، غير أن معظمه تهدم، كما كان له 7 أبواب، هي باب اليمن، باب الصبح، باب عامر، وباب البلقة، وباب شعوب، وباب القاع، وباب السلام. لم يبق منها غير باب اليمن الذي يقال أنه بني قبل أكثر من 1000 عام. بعض المؤرخين أسماها بمدينة سام نسبة إلى سام بن نبي الله نوح عليه السلام، فيما أسماها آخرون بمدينة آزال نسبة لآزال حفيد سام بن نوح. كما سميت صنعاء وهو الاسم المعروف به الآن والأكثر شهرة، ويقال أن معنى الاسم يرجع لجودة الصناعة فيها. بمجرد أن تعبر باب اليمن دخولا إلى المدينة التاريخية تشعر أنك عبرت بآلة الزمن إلى ذلك التاريخ المغلي في القدم، وبمبانيها المتلاصقة بعضها مكون من عدة طبقات مبنية من مادة الطين والياجور بشكل أساسي. تكثر المساجد بهذه المدينة الأثرية، غير أن أكثرها سحرا وقدما هو الجامع الكبير، وهو أول مسجد بني في اليمن ومن أقدم المساجد في الإسلام. ومن أهم الأسواق الموجودة داخل صنعاء القديمة سوق العقيق الذي توارثته الأجيال عن أجدادها القدماء، سوق الفضة، حيث تعتبر البلاد غنية بالخامات الفضية التي تجلب من مختلف المناطق إلى السوق لتصفيتها من الشوائب والمعادن الأخرى، سوق الحب والبهارات وهو من الأسواق التجارية المعروفة في صنعاء، سوق الخنجر اليماني، ويعتبر هذا السوق من أكثر أسواق صنعاء القديمة شهرة وأهمية. وهنا في هذا السوق المعروف بسوق الجنابي تتفاوت الأسعار بحسب جودة تصنيع النصلة أو العصيب أو الحزام. تغنى الشعراء والفنانون بصنعاء، من بينهم شاعر اليمن الدكتور عبد العزيز المقالق الذي قال في افتتاحية ديوانه في كتاب صنعاء: إنها كانت امرأة هبطت في ثياب الندى ثم صارت مدينة. طبعا تقرير حلو عن مدينة صنعاء، وبالذات صنعاء القديمة، المكان الجميل والرائع. ما فيش حد في داخل صنعاء ما يحبش انه يروح يشرب قهوة على هذاك المنظر الرائع والمباني القديمة والأسواق الشعبية الرائعة. وأكيد الآن في رمضان بيكون الجو هناك جو حلو، جو روحاني، بمساجد، بالفوانيس، بالزينة. مشاهدينا طبعا احنا حنكون معاكم ان شاء الله خلال شهر رمضان زي ما قلنا لكم في نفس الوقت وفي نفس الموعد، وطبعا على شاشتنا شاشة اليمن اليوم وعبر برنامجنا فكر واربح. وايضا شكر مقدم لشركة بصمات للتطوير العقاري على رعاية البرنامج، ونتمنى انه الجميع يشاركوا معنا ونفوز أكبر قدر من المتصلين. معنا اتصال؟ هل معنا اتصال؟ نقول ألو. طبعا مشاهدينا أحب أذكر كل اللي بيتابعونا إنه الاتصالات معنا عبر تطبيقات الدو، عبر تطبيق الإيمو والاتصال المباشر. بس أحب أنوه إنه المشاهدين لا تتصلوش على الرقم الخاص بالواتساب. الرقم الخاص بالواتساب هو للفائزين لإرسال صور البطائق الشخصية وليس للاتصال، أنه ما بيمسكش معكم الخطة. مشاهدينا يعني الفائزين، كل الفائزين اللي فازوا معنا لحد الآن ممكن يرسلوا البطاقة الشخصية للرقم الظاهر هنا، رقم الواتساب. معنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ممكن نتعرف؟ فهيم القدسي. إبراهيم اسمك الرباعي؟ إبراهيم. فهيم. 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 فهيم مين يا فهيم؟ فهيم سلطان القدسي. سلطان. باقي اسم؟ سيد القدسي.
سعيد القدسية. فهيم من فين تكلمنا؟ فهيم سلطان سيف القدسية. سيف القدسي. من فين تكلمنا يا فهيم؟ إذن أنا جدا زعلانة أن فقدنا الاتصال بفهيم، ولكن نحاول أن احنا مشاهدينا نعيد الاتصال مرة واثنين وثلاثة، ولا عبر تطبيق الدو كمان، تطبيق الإيمو. نتمنى أن الخطوط تكون ماشية معكم والاتصالات كلها كويسة. هل معنا اتصال؟ معنا اتصال عبر تطبيق الدو؟ إذا نقول ألو. ألو، السلام عليكم. عليك السلام. من معنا؟ محمد جلال. محمد، أعطيني اسمك الرباعي يا محمد. محمد جلال دلوي. محمد جلال. جلال مين؟ درويش. قبل درويش؟ اسم الجد؟ عبد الله درويش. من فين تكلمنا؟ من لحظة. من لحجة، أهلا وسهلا فيك وكل المتابعين في لحج. كيف الأجواء عندكم الآن في لحج؟ هل بدأ الحما؟ تمام. ما بدأش الحما؟ ها؟ الحما والحر ما فيش؟ لا ما فيش. عادوا الجو حلو؟ أيوة. طيب إذا نعطيك السؤال ونقول، السؤال كان من التقرير، تابعت التقرير؟ تمام. أيوة أيوة. شاطر. إذا نطلع السؤال. سؤالنا يقول، من أسماء مدينة صنعاء الإجابات: مدينة النور، مدينة الضباب، أم مدينة سام؟ مدينة سام. متأكد؟ أيوة. إذا يعني محمد، قل لنا كم عمرك؟ 16 ولا 15 أيوة. إذن ما شاء الله عليك شاطر، شكلك يعني في المدرسة. نشوف الإجابة إذن مع بعض. إجابتك صحيحة يا محمد، وألف ألف مبروك، فزت معنا بجائزة قدرها $100 مقدمة من شركة بصمات للتطوير العراقي العقاري. معلش محمد، عاد أنت معنا؟ محمد، مازلنا مستمرين معكم مشاهدينا. طبعا يعني أتمنى الكل اللي مشارك معنا ويفوز معنا إن شاء الله أن يكون معنا بطاقة شخصية. هذه النقطة جدا مهمة علشان يتم تحويل الجوائز مباشرة بعد الحلقة إن شاء الله. وطبعا نحب ننوه لرعاة وراعي البرنامج الأساسي، وهي شركة بصمات للتطوير العقاري التي تتمنى الفوز للجميع. هذا البرنامج برعاية شركة بصمات للتطوير العقاري. إذن مشاهدينا معنا اتصالات كثيرة، والاتصال يقول، نقول ألو مع بعض. معنا اتصال؟ ألو؟ إذن مشاهدينا أحب أنوه أنه لازم نتواصل، أو اللي يحب يشارك معنا ويكسب معنا أكيد يتواصل عبر الإنترنت، الإيمو، تطبيقات إيمو والدو بالأرقام اللي ظاهرة كذا زي ما أنا شايفاها كمان معاكم أسفل الشاشة، وأيضا بالتواصل المباشر. اتصالات بترن من الدو، أيضا من الإيمو، أسمع الرنات. معنا اتصال، نقول ألو. شباب ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. مين معنا؟ عرفنا باسمك. علي عبد الرزاق. علي عبد الرزاق مين؟ محمد أحمد المغزى. محمد أحمد. محمد أحمد، من فين تكلمنا؟ من فين تكلمنا يا علي؟ من مولاي صبالة.
من الضالع يا حيابك وبأهل الضالع كلهم. علي كيف كان اليوم أول يوم رمضان؟ يعني كيف كان الفطور؟ كيف كانت الأجواء؟ كيف كانت اللمة؟ والله أجواء جميلة جدا. يعني علي أنت يعني بعائلتك كبيرة ولا عائلة صغيرة ومتزوج عندك أولاد ولا مع الأهل الله يحفظهم لك؟ لا لا. إذن علي ركز معنا إن شاء الله تكون الأجواء كلها كويسة معاك وعلى أهلك وحبايبك. سؤالك يقول: انقطع الخط، انقطع الاتصال مع الأسف. إذن نأخذ اتصال آخر. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، من معانا؟ ألو، عرفينا باسمك أو عرفنا باسمك. باسمك؟ ألو. ألو، أم أمير. أم أمير، اسمك، اسمك رباعي أم أمير. أو اللي أنت حابة، يعني هل أنت حابة إنه اللي يفوز بالجائزة شخص أو يستلمها حد ثاني؟ زوجك مثلا، أبوك، أخوك؟ زوجي. زوجي. أعطينا اسم زوجك. طيب، محمد أحمد ناجي. محمد أحمد ناجي مين؟ الهزيمة. أحمد ناجي الهزيمة. الهديمة. أيوة. الهديمة. أيوة. منين منين؟ احنا من دمت. من دمت يا حيا يا حيا. اليوم اليوم محافظة الضالع مكتسحين الاتصالات. اذا خذي السؤال معنا، انت وزوجك ان شاء الله تنجحوا وتفوزوا معنا في الاجابة الصحيحة. والسؤال يقول: شخصية طاغية في التاريخ الاوروبي اشتهر باحراق روما الايطالية، فمن هو؟ هل هو نيرون؟ هل هو تيمورلينك أم هتلر؟ نيرون، تيمورلينك، هتلر. يعني هتلر هو معروف أنه أحرق اليهود، يا يعني إما نيرون ولا تيمورلينك. تيمورلينك. لا، خلي يعني نيرون. اذا نثبت على نيرون ولا على تيمورلينك؟ نيرون. خلاص، جواب نهائي ان شاء الله. اذا ثبت على نيرون يا كنترول. اجابتك صحيحه وشكرا على المشاركه والف مبروك، فزتي معنا بجائزه قدرها 100 دولار مقدمه من شركه بصمات. شكرا. هل معنا طبعا الان معنا الفضل يعني للحلقه كم دقائق وتخلص، لكن احنا حابين احنا ناخذ اكبر قدر من المتصلين والمشاركين ان شاء الله. ومعنا اتصال. نعم، اهلا وسهلا، عرفنا باسمك. الو، شوف زادت رغمان قاسم. ما سمعناش الاسم، ممكن تعيد الاسم؟ منصور ثابت عثمان قاسم. منصور ثابت عثمان قاسم. قاسم، من اين يا منصور؟ من تعز. يا حيا، تكلمنا من تعز يعني؟ نعم. اهلا وسهلا فيك، ونبدا معاك السؤال. سؤالك يقول، السؤال يقول يا منصور: من صاحب قصيدة البردة في مدح الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل هو كعب بن زهير أم حسان بن ثابت أم الفرزدق؟ كعب بن زهير، حسان بن ثابت أم الفرزدق؟ مع الأسف، مع الأسف انقطع الخط. عاود الاتصال معنا يا منصور. معنا متصل آخر. ألو، 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 ألو. أيوة، عرفنا فيك.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، من معانا؟ معش صالح محمد علي عيبة. صالح محمد علي عيبة. محمد علي أيضا، من أين تكلمنا يا صالح؟ من صنعاء. أهلا وسهلا فيك يا صالح، بأخش عليك على السؤال على طول، نفس السؤال، من صاحب قصيدة البردة في مدح الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل هو كعب بن زهير أم حسان بن ثابت أم الفرزدق؟ كعب بن زهير، حسان بن ثابت، الفرزدق. مع الأسف انقطع الخط. نشوف متصل آخر، وإحنا في نفس السؤال طبعا مشاهدينا، نتمنى أنه الكل اللي يفوز معنا وما ينقطعش الخط على حد مرة ثانية. ألو. أيوة. السلام عليكم، عرفنا باسمك، معاك برنامج فكر واربح، تفضل. محمد المرتدي من المأرب. محمد المرتدي من المأرب. محمد من؟ طيب أعطينا الاسم الرباعي لو سمحت. محمد عبد الله حسين المرتدي. محمد عبد الله حسين من إب. يا محمد سؤالك من مأرب، أهلا وسهلا بك وبأهل المأرب كلهم. صاحب قصيدة البردة في مدح رسول صلى الله عليه وآله وسلم، من هو كعب بن زهير أم حسن بن ثابت أم الفرزدق؟ أقول حسن بن ثابت. كعب بن زهير، حسان أم الفرزدق؟ كعب بن زهير أم حسان أم الفرزدق؟ كعب بن زهير. كعب بن زهير، ثبت على الإجابة كنترول، وإجابتك صحيحة وفزت معنا بجائزة قدرها $100 مقدمة من شركة بصمات للتطوير العقاري. ألف 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 مبروك. كل الفايزين معنا ألف مبروك، واللي مع الأسف انقطع الخط حظ أوفر، وإن شاء الله في الأيام الجايات. طبعا مشاهدين، يعني كعب بن زهير هو شاعر مخضرم، عاش عصرين مختلفين، هما عصر ما قبل الإسلام وعصر صدر الإسلام. عالي الطبقة، كان من أشهر ممن اشتهر في الجاهلية، وأيضا طبعا هو الذي قدم هذه القصيدة في مدح الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا معنا اتصال، نقول ألو. ألو. ألو 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 ألو. أهلا وسهلا، معك برنامج فكر واربح، تفضل عرفنا باسمك. مسعود حسن صالح. مين؟ مسعود حسن صالح. مسعود حسن صالح، من يا مسعود؟ اللقب من اب يا مسعود. اهلا وسهلا فيك يا مسعود. مسعود جاهز للسؤال؟ ايوه. اذا سؤالك يقول، نشوف مع بعض السؤال. ايوه تفضلوا. السؤال يقول، ماذا تعني كلمة اوروبا؟ اولا يوناني وتعني الأرض الواسعة، أم تركي وتعني الأرض المظلمة، أم صيني وتعني الأرض الضيقة؟ هل هو يوناني تعني الأرض الواسعة، أم تركي الأرض المظلمة، أم صيني الأرض الضيقة؟ يعني مش الأرض الضيقة، أوروبا. يوناني. الإجابة الأولى يوناني، تعني الأرض الواسعة، وأوروبا طبعا مشهورة ب يعني الغابات وبالأراضي الواسعة. الأولى. نشوف الإجابة هل هي صحيحة أم خاطئة. هي إجابة أكيد صحيحة يا مسعود، ألف مبروك، فزت معنا بجائزة $100 مقدمة من شركة بصمات. مسعود ما تنساش ترسل صورة البطاقة الشخصية أنت وكل الفائزين معنا في حلقة اليوم، صورة البطائق الشخصية ترسل عبر الرقم الخاص بالواتساب. إذن ألف ألف مبروك. معنا آخر، هو إذن مسعود كان آخر متصل معنا لحلقة اليوم. الوقت بيمشي معاكم مشاهدينا، وإحنا يعني ياريت نطول الوقت أكثر وأكثر،
بدل الساعة ساعتين ثلاثة، ولكن مع الأسف يحاصرنا الوقت، وأكيد أنا حشوفكم بكرة في نفس التوقيت في نفس الموعد، وإن شاء الله يكون معنا فائزين جدد وفائزين كثار. ونشكر في الأخير أيضا شركة بصمات للتطوير العقاري على رعاية البرنامج. تصبحون على ألف خير. إذن قبل أن أختم معلش، إذن مشاهدينا ذكرونا طبعا في السؤال، سؤال التواصل الاجتماعي، احنا هناخد الفائز لسؤال التواصل الاجتماعي. وقبل ان نختم طبعا هنطرح سؤال التواصل الاجتماعي، علشان حلقة بكرة هيكون السحب عليها سؤال التواصل الاجتماعي يقول من هو، هذا خاص السؤال في السوشيال ميديا. والسؤال يقول من اول مواطن يحصل على درجة الدكتوراه او حصل على درجة الدكتوراه في شمال الوطن عقب ثورة 26 من سبتمبر الخالدة عام 1962. طبعا هذا السؤال كان من أمس إلى بداية حلقتنا مستمر، والإجابة الصحيحة كانت في سؤال السوشيال ميديا، الإجابة الصحيحة على هذا السؤال هو من أول مواطن يحصل على درجة الدكتوراه في شمال الوطن عقب الثورة 26 من سبتمبر. الإجابة الصحيحة كانت للدكتور محمد سعيد العطار. إذن هذه كانت الإجابة الصحيحة لسؤال السوشيال ميديا الذي طرح يوم أمس. إذن الآن تتم عملية السحب لنشوف مع بعض من الفائز. يلا بسم الله. الفائز نهى أمير، نهى أمير فائزة اللي شاركت معنا عبر الفيسبوك. ألف ألف مبروك لنهى أمير، فازت بجائزة قدرها 100 دولار مقدمة من شركة بصمات. إذن يعني ألف مبروك لكل الفائزين اليوم معنا. وسؤال حلقة الغد للسوشيال ميديا يطرح من اليوم إن شاء الله، والإجابة ستكون يعني من اليوم إلى موعدنا بكرة إن شاء الله، ونتمنى أن الكل يشارك في سؤال السوشيال ميديا. ما هو أضعف بيت على وجه الأرض؟ هذا سؤال خاص بالسوشيال ميديا. ما هو أضعف بيت على وجه الأرض؟ إذا نتمنى من الجميع التفاعل على سؤالنا في الفيسبوك وأيضا في التويتر، ونتمنى إن شاء الله بكرة نسحب مع بعض الفائزين. ألف مبروك لكل الفائزين. نذكر الفائزين يرسلوا لنا صور البطاقة الشخصية، وإن شاء الله أشوفكم أنا بكرة في نفس الموعد. مع السلامة، إلى اللقاء.